مرحبا بكل محبين ومتابعينا على قناتي في يوتيوب وانستغرام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم معكم ببث فيديو جديد، عم نتكلم عنه. هذا الفيديو نفرجيكم كيف بيعطوا شنطة فيها لابتوب جديد كامل متكامل مع جميع أشياءه لطلاب الجامعات وأيضا للموظفين الحكوميين الذين يعملون في يعني أي دائرة حكومية، ليعملوا من منزلهم، فلطلاب الجامعات وللموظفين. هذه اللابتوبات والكمبيوترات هدية من بنك السوداد لكل طالب أجنبي ومهاجر ولاجئ وأي جنسية أخرى. مهم إنك أنت بتقدم معاملة بتعملها، وحأشرح لكم بعدين وحط لكم الروابط تحت الفيديو في صندوق الوصف لحتى تقدروا تسجلوا بالجامعات وتقدروا تعملوا الخطوات وتحصلوا على اللابتوب هذا الحديث اللي شاشته لمس. لو شوفوا الاشياء اللي جاي معه بالشنطه، هلا بفرجيكم اياها وحده وحده، وخليكم معي وحفرجيكم بنهايه الفيديو طبعا بالكمبيوتر الثاني انا مجهز لكم كيف الفيديو، كيف عم يعطوا الفيديو اللي هن منسقينه، كيف عم يعطوا اللابتوبات بيوزعوها بيسلموها للناس، وكيف الفيديو كمان في فيديو تعليمي عن طريق موقعهم هن الرسمي بالادله طبعا كيف ممكن تستخدم الكمبيوتر وانك تستخدمه وتركبه واجهزته وحتى معه واي فاي مجانا. اوكي خلينا نبدا. طبعا هلا حنفرجيكم كيف رح نحن نبلش نطالع الاشياء من قلبها هاي الشنطه وشو هن الاشياء الموجودين فيها غرض بغرض وشيء بشيء. شوفوا شو المكونات. اول شيء هذا الكمبيوتر نوع لينوفو، خلينا نشوفه. بوم اوفر ايتي لينوفو، شايفينه ماركة لينوفو ايتي لا مارك كيفيس. ايوه بوينو ايتي لا كمبيوتر ابريلا بور فافور. ولا حنشوف شو بيجي معه اغراض كمان ونشوف الويندوز تبعه. ماشي ايتي ويندوز كوانتو ويندوز ايتي سكور اي 5 ويندوز 10 كوريل 5 شايفينه انتل. شيء شوفوا مواصفاته وكمان شو في ميزه اعتبر الاقويشه هي كمان في ميزه ان البصمه على بصمه اصبعك بيشتغل. اوكي شايفين على بصمه اصبعك وهي الشاشه تبعه وفي كاميرته. طبعا الكاميرا من فوق تتسكر تنقفل وتشتغل. سين بوينو سرار ابي بموكي تنمو. هلا خلينا نشوف شو في معه اشياء جايين ثاني. بوينو موستراني كي تيني اوتراس كوساس، خلينا نشوف شو جاي معه اغراض ثانيه. طبعا شوف الشنطه تبعه، انت شوف الجوده الجميله الرائعه. يعني هذا الكمبيوتر اذا بتفحصوا عنه بالانترنت وبتشوفوا بتقولوا قديش سعره. فرجيني دولكم العربيه شو عم تعطي الدول العربيه. شايفين هاي الكابل معه، هاي اول كابل. لا هذه اشياء عاديه. هلا بتشوف الاشياء الثانيه، خلينا نشوف. وهي القاعده اللي بتركب عليها الواي فاي. فرجيني الدول العربية اللي اقتصادها قوي، ما بدنا نحكي على الدول العربية اللي اقتصادها ضعيف اللي بسبب الحروب والمشاكل والأزمات. اللي الدول العربية اللي اقتصادها قوي شو بتعطي طلاب جامعاتها، شو بتعطي موظفيها، شو بتعطي. هاي الواي فاي شايفينه، هاي المودم شايفينه. تعال 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 شوف 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 لك حتى الواي فاي بيعطيك اياه مجانا. هذا بتركبه عندك في البيت شايفينه، بينحط هون على القاعدة هي هيك ماشي. شايفين شوف لك شوف شوف لك صلى على النبي. ايوه شوفوا شوفوا هالميزات الحلوه الجميله الرائعه. والله لو صارت لجدي ماما الله يرحمه. شايفين وهدول اثنين مع بعض شايفينه. يعني هلا بنشوف شو الاشياء الثانيه. وهي كمان كابل للانترنت. اوكي خلينا نشوف ونركز مع بعض شو الاشياء الجايه بهالشنطه الجميله كلياتهم هدول. شو الاشياء الحلوه، ركزوا ركزوا معي وشوفوا. فرجونا دولكم العربيه شو بتعطيكم، شو عم تعطيكم. ما عم نحكي على الدول، نركز. وهي الماوس كمان شايفينها، هي الماوس كمان على البلوتوث، بلوتوث كمان ونفس الماركه شايفين تنفتح فيها البطاريه. وهون هي ايوه هذا ركبته هنيك تبع الواي فاي تبع البلوتوث مشان تشتغل. ايوه بينحط هون القطع تبعه شايفينها، والله شيء جميل. ايوه فرجونا شو بيعطوكم عندكم بالوطن العربي حبايبنا يا حلوين، شو بيعطيكم اقتصاد دولكم القوي مثل الدول العربية. ما بدنا نحكي ونقول برجع اقول الدول اللي فيها حروب، عم نقول الدول اللي ما فيها حروب ما فيها مشاكل اللي ما فيها اي ازمات شو بتعطي لطلابها، شو بتعطي للموظفين، شو بتعطي. ايوه شايفين هي كمان هدية برعاية من بنك السوداد شايفينها.
من السيدات هاي عم بحط عليها الماوس، شايفينها محلاها؟ ايه كي ليندو، شو جميل، ابير مسترامي، حتى الكيس هذا مكتوب عليه بنك السودان، وهي كمان دفتر كمان معه مشان تدرس وتسجل لي مواعيدك وامورك وتضبط لي حالك كمان. يلا هات لنشوف شو كمان معه، وهي قلم كمان من بنك المدينه طبعا، ابير اوه ميراكي حتى شو حتى منين تمويش على اذا عطشت بدك تشرب بتحطها. يلا خلينا نشوف شو كمان بام ابير كاي ماس سي شو هذا شو بقلبوا هذا الكيس يا حزنكم فكروا خلينا نشوف. ايوه شايفينها كمان مكتوب عليها بنك المدينه الكيس شايفينها؟ اه هي قاعده خشب عشان تحط عليها الكمبيوتر. سي بونيلا ابير موسترامي اللوغو على الكوستارو طبيعي سي. شوف شوف حتى شعار بنك المدينة كلهم مركزينه على بنك المدينة. الله يخليهم بنك المدينة اللي عبير عن الطلاب والطالبين والموظفين والمجتهدين. يا سلام يا سليم، وين راح عمك ابو سليم؟ خلينا نشوف شو بيعطوكم انتم بنوك حكومتكم ودولتكم ايها العرب ايها المغامرون ايها الجميلون. شوف هدول بيعطوهم للاجانب وللمهاجرين وللاجئين. ايوه خلينا نشوف شو في بقلبها. هي حذركم شو في بقلبها هي الشنطة اللي عم تفتحها. خلينا نشوف ماما غير جاي شوف احزروا. ايوه سماعات ارتكولار بالاسباني اسمه تعلم هاي بعلمكم الاسباني. سماعات جايين معهم حلوين كثير شايفين بينحطوا هي عشان تحطهم وتقعد تدرس وتشتغل. كي ليندو شايفين حلو كثير شو رايكم؟ ايوه طب خلينا نشوف شوف كان اي اترك وسخ هاي كمان هاي مشان شو؟ مشان تعلم تخفض الصوت. شيء حلو والله كثير. طيب حطوا لنا بالتعليقات دكاترة وشوفونا لسه ما خلصوا الاشياء، انتم متوقعين خلصت الاشياء بالشنطة؟ لا 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 خليك متابع معنا وشوف، خليك متابع معنا وشوف على المكشوف. الكوستادو اديلانتي. لسه فقيان. شوف كل هاي الاشياء. هاي هون في جيب اخر. شايفين في كثير يعني اماكن تضع تضع الاشياء هون تضع الكمبيوتر هون تضع الاشياء الثانيه عم تشرح شو كيف الاماكن الموجوده يعني الشنطه هي مؤهله تحط فيها اشياء كثيره فقط هي المعدات اللي عطينا اياها للكمبيوتر. وهلا حنشوف اخر وهون في هذا السحاب صغير كمان عشان تحط فيها الماوس. وهون اخر شيء عندك الشاحن الكمبيوتر طبعا اللي هو الاساسي شايفينه جديد. وهي كمان شو هي يا حذركم تعالوا نشوف شايفين شو عم بيطلع بيطلع لنا مفاجات. هي مشان توصلها على الكمبيوتر وتحط عليها مآخذ زياده من يو اس بي وما شابه الى ذلك واشياء ثانيه. حتى شايفين حغطي هون الرقم بس شايفين موجوده من بنك السودان. اوكي كل هدول شايفين ماركتها لينوفو شايفينها لينوفو لينوفو كلياته ماركه كامله متكامله وعدات كامله ومتكامله. كل هذا واكثر شايفينه اذا كنت طالب مهاجر او لاجئ او اجنبي بالارجنتين او عم تشتغل موظف بالحكومه يعني باي وظيفه بتشتغل. مثلا اشتغلت انت بنظام انك انت بتشتغل بمجال السيستم كمهندس كبناء كاي شيء فبيعطوك هذا لانك تشتغل من بيتك. حاليا شفتوا انتم بسبب الاوضاع كل الناس بدات تشتغل من بيوتها وما عادت شو اسمها تروح على مكاتب فهن صاروا يعطوا هاي الاشياء للموظفين وللطلاب ليدرسوا. هدية من بنك المدينة لكل طالب جامعة. ركز معي طالب جامعة. هلا حخليكم معي للأخير رح فرجيكم نقطة مهمة وحلوة كثير. رح فرجيكم اثنين فيديو من موقعهم الرسمي كيف بتقدر بتشوف وبتحصل على هذا الكمبيوتر وكيف تقدر بتسجل فيه للرابط وبتشوف هاي الأشياء. طبعا هلا رح فرجيكم بس لمحة كيف إنه هاي الشاشة لمس سي. رح فرجيكم الشاشه لمس وركزوا معي وخليكم معي لفرجيكم كيف انه الشاشه لمس تاتش. طبعا لكل المحبين والمتابعين رح خلي لكم الروابط باسفل الفيديو لحتى تقدروا تشوفوا وتشاركوا وتسجلوا بالجامعات الحكوميه المجانيه في الارجنتين اللي بتعطي هذه الميزات يعني حتى تشوفوا مو بس التعليم مجاني وبيعطوكم منحه دراسيه وبيعطوكم سكن وبيعطوكم كل شيء كمان بيعطوكم
شيء مهم جدا، بيعطوكم لابتوب، وهذا اللابتوب اقل شيء سعره فوق 2500 دولار. اي دولة بالعالم بتعطي هذا الشيء؟ ولا اي دولة. خليكم تابعين معي، حفرجيكم كيف الشاشة لمس، وحفرجيكم هلا بنهاية الفيديو فيديوهات وروابط كيف تقدر تحصل عليه. وطبعا هلا رح نفرجيكم مثل ما وعدتكم يعني انه هي الشاشة لمس وكيف ممكن تستخدمها لمس. ابير موسترامي اسي برا قريبة برا اباخو بونيلا هيك بورخيلو، شايفين شاشة لمس باصبعك. طيب حطي لي اصبع، ماما سألت شيف سي حطي لي اصبعك على هون، خلينا نشوف كيف بيفتح. شايفين كله لمس، شايفين. بودي اجراندالا بانتاشا بور فاور، اجراندالا بانتاشا، اجراندالا بانتاشا، اجراندالا بانتاشا، شايفين. شايفين كل هذا الشاشة لمس بإصبعك. بودي تشكي على لبنتاشا، تشكي على هم تشكي على بنتاشا، أبوني لها تشكي صغرها، يعني فرجيكم كيف هاي كل الأشياء لمس. شايفين تقدر بتفتح على أي فيديو بدك إياه، ماشي، أي فيديو، اي فيديو بتقدر بتشوفه، اي فيديو بتحبه، اي شيء كلياته هاد موجود لمس تاتش. طبعا هلا حاستمر معكم وفرجيكم كيف الناس هون من الكمبيوتر، شايفين هاي من شاشتهم من موقعهم الرسمي، كيف الناس هلا تجي تستلم الكمبيوترات بتاعها. شايفين هذا الاعلان من موقعهم الرسمي مو من عندي انا، عشان هيك عم صورتكم اياه وفرجيكم اياه بالموسيقى وبكل شيء تبعهم. ركز معي وشوف الناس كيف عم تستلم الكمبيوترات وبتوقع. كل واحد بياخذ اللابتوب تبعه والشنطه تبعته، انا فقط ناقل للمعلومات وبطلع على الخير كفاعلهم. كنت بعينك ورحم بقلبك، انها الارجنتين، انها بيونس ايرس، انها جنه الله على الارض، فعلا افضل بلدان العالم. وجدنا الانسانيه ببلاد غير المسلمين، ووجدنا الإسلام ببلاد غير المسلمين. فانظر بعينك ومتع نظري وشارك الفيديو لكي يصل إلى الجميع، حتى تشوف هلأ بالنتيجة بالنهاية كيف. هفرجيكم الفيديو اللي بعد هاد كمان كيف ممكن، الفيديو التعليمي كيف تشتغل على الكمبيوتر وتستلمه وتتابع تاخده وتسجل عليه. طبعا هذا الفيديو الثاني اللي حتشوفوه، ماشي، كيف يمكنك استخدام الكمبيوتر اللابتوب، كيف شو الاشياء اللي بتيجي معه، كمان من موقعهم الرسمي ومن اعلانهم هن كيف اعلنوا عنه لاعطائه للناس جميعا. شايفين انا ما جايب شيء من عندي، انا عم بنقل الوقائع والاحداث من قلب الواقع قلب الحدث. نفس الاشياء اللي عفرجيكم اياها اللي صورت لكم اياها في البدايه موجوده هون وهنيك. ركز معي وشوف. طبعا انا كنت حاطط لكم الروابط اسماء الجامعات اسفل الفيديو لكل شخص بده يسجل للدراسه والتعليم في الارجنتين المجاني. فرجيني جامعاتكم الحكوميه شو بتعطيكم، دولكم اللي اقتصادها قوي، ما عم نحكي عن دول اقتصادها ضعيف بسبب الحروب، شو بتعطي طلابها، شو بتعطي مواطنيها، شو بيعملوا مسؤولينها لحتى يخلوا شعبهم مبسوط. هاي الدولة اللي عم تقول اقتصادها ضعيف على انه يخلي شعب عايش 5 مليون وما محتاج شيء، ولو اخذ قرض من البنك الدولي ما بخلي شعبهم يحتاج اي شيء، بيعطون اللي بدهم اياه. وزبالة الارجنتين اللي بلموها، اللي هي بقول لكم اياها معلومة، زبالة الارجنتين بتغني دول ثانية وشعوب ثانية، انتو ما انكم عارفين هذا الشيء. نقول تشوف الناس اللي هون اللي بيرموهم في الزبالة في القمامة بتعيش دول عربية كتير، دول عربية يلي مسؤولينها، انتبه ركز معي، عم بيسرقوا على اكتاف شعب الفقراء والمستضعفين. ما بنحكي على الكل وما عم نشمل الكل، ركز معي وانتبه عشان ما تقول انه انا عندي عنصرية ولا عندي اي شيء ضد العرب او الشعب العربي. انا عم بتكلم عن سياسه الحكام العرب للدول العربيه وشو بيعطوا للشعب، شو بيعطوا للفقراء والمستضعفين. فرجيني حالك انت كيف عايش بدوله عربيه، شو بتقدم لك وشو بتعطيك، ان كان اقتصادها قوي وان كان اقتصادها ضعيف. طبعا هذا الشيء بيرجع لك، انظر بعينك واحكم بعقلك وفكر
بتلاقي النتيجة، بتلاقي الحل، بتلاقي الأشياء والأسباب اللي أنت بتدور عليها وبتفكر. ففرجيني أي دولة أوروبية بتعطي هاي الأشياء. كل الناس اللي راحت أوروبا، كل اللي راح أوروبا عم عايشين هنيك، فرجيني أوروبا شو عم تعطيهم؟ شو بتعطي أوروبا؟ أوكي؟ فرجيني ورد لي خبر، عم بستناك بالتعليقات. طبعا أنا ما مستنى مجرد بس تعليق، أرسل لي رابط، أرسل لي موقع، أرسل لي أي شيء اللي شوف شو بيعطوا. فرجيني صور من موقع الحدث، من قلب الحدث، انزل على الساحة. ما تتكلم مجرد كلام، لأن الكلام أي شخص ممكن بيتكلم وبيرمي أي تعليق، ولكن الكلام لازم يكون مرفق بأدلة وإثباتات وبراهين لإقناع المشاهدين. أنا ما بجيب شيء بدون إثباتات وبراهين من روابط و أشياء ملموسة من أوراق وإثباتات وبراهين بتأكد هذه الأشياء وصحة هذا الكلام. إنها الأرجنتين، إنها بيونس آيرس، إنها جنة الله على الأرض. انظر بعينك وارحم بقلبك وركز وشوف الفيديو للنهاية، حتلاقي حالك فعلا إنك مبسوط. طبعا أنا بقول بوجه تحية لكل المتابعين ولكل المشاهدين، إنه اللي عاوز يعمل هاي المعاملة يتابعني ويكون معاي، وأنا حساعد مين محتاج مساعدة، ولكن بشرط واحد. طبعا الشرط الوحيد اللي حقلكن عليه هو مشان ما حد يقول ويقول يا أخي ما في مساعدات، ما في شيء، ما حدا بيعطي من الحكي هاد، شو الحكي هاد، ما شفنا هالشي كذا. اللي بده وما عرف بسبب اللغة كيف ياخذ هاي الاشياء ويحصل عليها، انا مستعد شخصيا راح اساعده، ولكن بمقابل بسيط جدا 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 جدا، ولا وليس له اي قيمه لا معنويه ولا ماديه، اني صوره من لحظه تقديمه للمعامله فيديو لحين الحصول عليه، لان الكثيرين منهم وموجودين هنا ساعدناهم واكلين ناكرين للمعروف، لم نرى وجوههم ولا نعرف عنهم اي شيء. يعني بياخذوا الشيء وما بيقعدوا بيسلموا عليك، والله ما تاخذنا، الحياه شغلتنا، اشغال كذا وكذا، إيه مشغولين، حقك علينا، حتى سلام ما بيقعدوا بيتذكروك اذا ما انت سلمت عليهم. ليش؟ لانه هذول كثيرين. فانا من تجربتي يعني، فانا حابب انه صور ووثق هذه الاحداث، مش عشان فرجيكم انه انا ساعدت شخص ولا لا 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 لا، انا مشان فرجيكم كيف الخطوه عم بتصير، وكيف الناس عم تاخذ، وكيف لما انتم بتعلقوا بتكتبوا اي سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول لكم لا ما في، فرجيكم انه هدول الناس كذابين عم بياخذوا، ولكن بخافوا انه هن يجي حدا من برا ويقاسمهم بلقمه العيش او بالاشياء اللي بدنا. اللي بيقول لك بالاول انا بجيب اهلي، بجيب ابي، بجيب اخي، بجيب مش عارف مين، بامن على عيلتي كلياتها، وبعدين اللي بده يجي ما بده يجي فخار يكسر بعضه. هاي الناس الانانيه للاسف اللي بتفكر بحالها بس، ما بتفكر تعطي معلومه للغير، وما بيامنوا انه الرزق على الله، وانه هاي الاشياء الموجوده مثل ما عم بيعطوك لك عم بيعطوا لكل الناس، انه هاي دوله يعني ما راح انت لما حيجيها 100 شخص ولا 200 ولا 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا مليون شخص حتكسر عندهم ميزانيه يعطوا لكل هاي زي الناس، اوكي؟ فما راح تاثر عليهم اذا انت شخص سالك على الانترنت قلت له ايه البلد حلوه فيها كذا، بس هو شو بيخاف؟ ليش؟ لانه في ناس مناخيرها فوق بالسماء بيقول لك اوف هذا لو شاف، لو رحت انا على دائره حكوميه وعم بعمل هاي المعامله بدي اخذها وشافني بالجامعه عم باخذ تعطيني دول، انت عايش على المساعدات، اي وين العيب؟ وين الغلط؟ وين الحرام؟ اذا هن بيعطوها هي مجانيه هي للجميع، ان اخذتها وان ما اخذتها حقك هي، صح ولا لا؟ هي نقطه مهمه جدا ركز فيها. وفي ناس مريضه نفسيا كمان بتقول لك لا والله انا عم بشتغل وبتعب والحياه صعبه ومش عارف ايش، وعم بحصل كل شيء بجهدي وتعبي، هو عايش كله مجانا ببلاش. طبعا لا تنسوا بعد اذنكم انه تشاركوا هالفيديو وتحطوا لنا لايك وشير واعجاب لهالمعلومات الحلوه اللي عم نعطيكم اياها، هلا عم نتعذب لحتى نحصل عليها. وطبعا نحن عايشين بالبلد سنين وكل مالنا عم نكتشف اشياء، واول ما بنكتشف شيء بنحط لكم اياه وبنوجه لكم اياه وبنفرجيكم اياه باول فيديو بس مباشر. فلا تنسوا تتكرموا علينا ولا تبخلوا علينا بدعمكم من اللايك والشير والتعليق وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وان شاء الله بنكون دائما معكم بفيديوهات جديده وحديثه من قلب وقلب الحدث من العاصمه الارجنتينيه بيونس آيرس. شكرا لمتابعتكم وشكرا للجميع، وادعوا لنا بالتوفيق
وفيكم نحن نستمر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها الأرجنتين، إنها بيونس آيرس، إنها جنة الله على الأرض. انظر بعينك وارحم بقلبك.